أنا اسمي حمزة خلف وهدول أصحابي. بتشارك أنا وأصحابي في عمايل الطبق، كل يوم نجتمع في المخيم ونصنع سعادتنا مع بعض. عمل الطيارة الورقية بده نص ساعة وقت. كيف نصنع هذه الطيارة؟ منجيب عصي، منجيب ورق ومنجيب خيطان ومنجيب مقص. بعد هيك منبلش في العصي، نبدأ تشددهم، بعدين منجلد الطبق، مندبسه. أنا أكثر حاجة بحبها في الطيارات الواقعية إن أعمل شكل علم فلسطين. بحب أشوف علم فلسطين عالي فوق زي العصافير برفرف بكل حرية. في الدار احنا منقدرش نقعد بسبب انقطاع الكهرب، خصوصا في فصل الصيف. فيش مكان واسع في غزة الا السماء، لا في حدود ولا في قيود. لما نطير طوب بحس حالي اني مبسوط، وبحس اني في الحرية ونعل الطلاق زي كأنه العصفير الطاير. في أطفال كتير في سني برا غزة بيلعبوا بكيفه، أما إحنا من أول ما انولدنا شفنا الحصار وشفنا وقلة الكهرب. بتمنى إنه يفك الحصار على غزة ونسافر ونطير ونطلع برا.